احنا طب عندنا احنا معانا بقى يعني شخصية تانية انت حبيتها وبتحبها وطالب برضو مداخلتها، استاذ عبد الرحمن. بودي يا بودي، يا بودي كابتن طارق، ازيك يا كابتن طارق؟ ازيك يا استاذ عبد الرحمن، عامل ايه؟ لو استاذ خالد بقى خلاص بقى ابوك. لا لا لا، انا خالد زي ما انا. ما اقدرش يا بودي. هم على فكره يا جماعه احمد وعبد الرحمن وخالد متربين سوا، لان الشارع جنب الشارع، يعني احنا نفسين ساكنين جنب بعض، والحقيقه كان في يعني عشره كبيره جدا بين الفنان الكبير الله يرحمه سامي العدل، وطبعا جمال ومدحت، ولكن طبعا مع خالد الدنيا كانت فاميليار اكتر، لانه كان معانا على طول في البيت ومتربي مع احمد عبد الرحمن، والنادي ونلعب كوره مع بعض. طالب مداخلتهم مش انا بس عشان طبعا طبعا انا اللي طالب فعلا. والنادي يا كابتن كنا بنلعب كوره مع بعض، انت كان عندك اتنين لعيبه جامدين جدا، معرفش ما كملوش في الكوره ليه. الله بقى نصيبهم كده. كانوا اتنين لعيبه جامدين جدا. وبودي طبعا يعني كان برضو افتكر له ماتشات كتير للزمالك، بس كان مقطع ما كانش معايا انا واحمد على طول. بس كان في ماتشات كتيره كان بيجي معانا، وذكريات كلها يا كابتن في بيت حضرتك، ويعني انا فعلا متربي في وسط بيت حضرتك، وبودي واحمد بجد اخواتي، ووحشتني يا بودي. فرصه بقى امبارح نادي الزمالك على التفاوض في العاب الصالات، ما اعرفش انت اكيد اتكلمت في طبعا اتكلمنا. مبروك طبعا برضه فريق الكوره ما شاء الله برضه ماشيين بشكل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يثبت اقدامهم كده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طبعا يعني استاذ تاني الله يرحمه كان حاجه جميله، وحاجه كان راجل زملكاوي اصيل ومخلف برضه زملكاوي اصيل. صح، موضوع ماشي في العيلة حاجة جميلة يعني. صحيح صحيح. ذكرياتك بقى مع خلودة بودي. بص، هو في ذكرى بس مش عارف بقى نذكرها ولا ما نذكرهاش. انهي واحدة فيهم لو يعني بقى لو انهي واحدة فيهم؟ قول قول. احنا اللجان الشعبية خدت مننا. اللجان الشعبية. برافو عليك، فكرتنا. كنا قاعدين على طول مع بعض. صح مظبوط، قاعدين مع بعض، وكانت يعني الحمد لله يعني كانت ايام جميله. ونادي الزمالك طبعا احنا على طول طبعا على طول كنا في النادي، وعلى طول بنلعب ملعب الهوكي. طبعا الناس اللي عارفه ملعب الهوكي يعني في نادي الزمالك ده كان زمان قصه وحكايه وروايه يعني. صحيح، بيتلعب فيه كل الالعاب ده. كنا كل الالعاب، كله بيلعب يد وبس، كل حاجه بتلعب في الهوكي هناك. فكانت ذكرياتي معاه جميله، ولسه لحد دلوقتي بنتقابل عند احمد في الاستوديو ونقعد. تمام، صراحة يعني شاب موهوب. خلودة جميل يا حبيبي، جميل خلودة، ليه مستقبل كبير جدا 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 في حكاية الإخراج وحكاية السينما إن شاء الله يعني. ربنا صحيح حبيبي بارك له يعني، هيبقى حاجة محترمة إن شاء الله على خطة بقى ما شاء الله العيلة كلها يعني. أنت فين يا بودي؟ احنا دورات رمضانية بقى كابتن طارق خلاص. صوتك بيرن كده، أنت بتتكلم من السبيكر ولا بتتكلم إيه؟ مش فاهم. بتكلم العربية عشان سايق. سايق. طيب على مهلك بقى، ربنا ييسرك بالسلامة إن شاء الله يا حبيبي. حبيبي بنشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الرحمن طريحية، مدير براعم نادي الجونة.